كيفية الدخول على محاضرة مجانية عبر الإنترنت؟ يرجى استخدام أحد المتصفحان جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس لمستخدمي الحاسوب. بعد الدخول على الرابط، قم بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم اضغط على إرسال. ستصلك رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني، وقبل ساعة من المحاضرة ستصلك رسالة أخرى للدخول. فقط اضغط على Join Webinar. سيتم تحميل البرنامج تلقائياً على الحاسوب في حال عدم تحميله مسبقاً، وبعد الانتهاء يرجى الضغط على أيقونة البرنامج لبدء المحاضرة. أما على هاتفك النقال، اضغط على Install and Join، ثم قم بتحميل التطبيق، وبعد الانتهاء قم بفتح التطبيق لحضور المحاضرة. نتمنى لكم محاضرة مفيدة.